بالمقارنة مع السنة الماضية هذه السنة الحمد لله عندنا الأسعار جد مناسبة الحمد لله. بالنسبة لأثمنة المحافظ جد مناسبة لحد الآن، من بعد الله أعلم، مي السوق الله أعلم. المهم لحد الآن الأثمنة جد مناسبة، بالنسبة للتفاطر مزيانين، وبالنسبة للأدوات تاهما مزيانين، والحمد لله هاد السنة راه مزيان. أسعار كتبدا تقريبا على حسب لي كاليتي، المحافظ كيبداو من 50 درهم حتى ل 200 حتى ل 280 درهم 250 درهم على حسب لي كاليتي ديال المحافظ. المهم هذا العام الحمد لله الاسعار راه جد مناسبه لحد الان. شويه مازال، لان مازال ما بداش الموسم بالكل، يعني دابا يلاه شويه شويه، بزاف البراني دابا من ناس المدينه مازال ما دخلوش من العطله. ان شاء الله من هنا لفان ديال 8 ان شاء الله، قول البدايه ديال 9 ان شاء الله غادي يكون ان شاء الله الاقبال كثر. الفطير مزيانين بزاف، كاين الفطار ديال ايسونسيل اللي كنديروا حنا، كنديروا الماركه الجوده عاليه، كاينه 70 ريال مزيان بزاف، 3 دراهم و50 مزيان بزاف. مقارنه السنه الماضيه كان واصل حتى ل 4 دراهم، هادشي يعني هنا كنديروا الجمله الثمن زوين. بالنسبة للسنة الماضية كان واصل حتى 4 دراهم و50، يعني بالنسبة لهاد السنة راه مزيان بزاف. حنا كنحسبوا كلشي بنفس الثمن، بالنسبة كنديروا الأثمنة جد مناسبة للجميع. ضروري أولدي ضروري، بحال أنا دابا بناتي عندهم الدراري راهم كيعانيوا أولدي، كيعانيوا أولدي، بحال دابا اللي عنده ثلاثة ولا أربعة كيقراوا راه ضروري غادي يعاني أولدي، راك أنت مجرب وليداتك. إوا راه في سميتو في المدرسة ديال الدولة راه كيوصلوا حتى 3000 درهم مصاريف، بريفي عاوتاني راه حتى 10000 درهم على حسب المستويات. ولا انا دخول المدرسه راه ما ساهلش ولدي، كيعانيو كثر ولدي، كيعانيو كثر ولدي والله. هما تيقولوا دابا كيفرقوا المحافظ، شي كنشوفو شي ما كنشوفوش، ما كاينش كيقولوا الكتوبه وداك الشيء. كاينه وحده دايره 120.